حياكم الله، أهلا بكم في ذات. في هذه المساحة نحاور ذوات أصحاب البصمات في حياة أهلهم ومجتمعهم وحياتنا جميعا. واليوم أحاور ذات فايز المالكي. حياك الله أبو راكان. مرحبا أبو عبد الله، شرفتنا اليوم. ما أدري أقول الأخ الصديق الجار. الله يديمك ويعزك، أنت أخو عزيز وتاج رأسي والله. أول شيء أنا سعيد أني شفتك هذا أولا، ثاني شيء أنا سعيد أني معك في هالبرنامج الجميل اللي من ثالث حلقة ورابع حلقة تميز الحقيقة، ولو متابعين ومشاهدين وهنيك والله، ويا رب أن يكون يعني ضيف خفيف دم عليكم وخفيف طينة. شهادة نعتز فيها أبو راكان. نبدأ بالفقرة الأولى ذات ميلاد، خلينا نشوف. الله يستر. الله يستر. في الطائف كانت الولادة، وحدثنا عن حداد بن مالك. حداد بن مالك. إيه؟ ممتاز، كويس، شكرا التصحيح. اي اي طبعا عادي، لان اسم مناطق وكثير ما يمكن اجيبها صح الاسم. وش تعود فيك الذكريات في هذيك الفترة؟ هذيك ديرتي، قريتي الصغيرة مسقط الرأس طبعا. و يا الله انتو ابو عبد الله انتو جايبين المبدايات. اي طبعا. اي اوكي، يعني تبين اتكلم لك عن حداد بني مالك. اي هذه قريه جنوب منطقه الطائف طبعا، هي القريه الاساسيه اللي تولدت فيها، وهي يعني اللي عشت وتراوحت فيها. ومن صغري، من صغري يعني من اول ما حسيت اني كنت اشجع النصر. من المصدوم؟ من المصدوم؟ من المصدوم؟ انا عارف حركات الاستزاز حقت كلها. ذكرياتك في حداد بن مالك يعني حدا. شوف انا بعطيك، خليك تنطقها صح. نعم، حداد بن مالك. بني مالك. بني مالك. بني مالك. نعم، هذه قريتي، هذه ديرتي، هذه اللي فيها. الى كم سنه عشت؟ درس فيها الى خامسة أو سادس ابتدائي. يعني مرحلة الابتدائي. إيه الابتدائي، بعدين صرنا تحضرنا شوي وطلعنا الطائف. يعني الطائف تعتبر اللي يروح الطائف كنا رايح باريس خلاص، أنت رايح المدينة المتفتحة، العالم يسمونهم الحضران يعني. طيب كيف كانت طفولتك في القرية؟ كيف كانت نشأتك؟ حدثنا أكثر. في أبو عبد الله، شوف أي واحد في قرية يعني، لا أتوقع أنا من مواليد باريس يعني بهايط عليك الآن وأقول لك أنا ولد نعمة وكنت أصحى، ما في يعني. تروح المدرسة الصباح، ترجع ترعى الغنم، ترجع في الليل ترقد. نعم، ما فيها سهر، واصلا ما كان في تلفزيون. تذكر الريال اللي يركبون ريال ويطلع واحد، لا لف الريال شوي، طلعت كان يعني حياه طبيعيه سهله. كنت اتمنى في حياتي اشوف جراندايزر كامل. اوه والله العظيم هذا فاتك جراندايزر مره يعني. جراندايزر لانه تشوف يعني اذا كانت حلقه 10 دقائق تشوف منها دقيقتين، بعدين يطلع يشوش، يجي كأنه أمطار في ذا. حياة بدائية يعني، بدائية جدا يعني، ما فيها الهياط اللي حاصل الآن، ما فيها لا تروح المدرسة. حتى أذكر إذا نجح لنا المدرسة، ما في إنه ما شاء الله أخذ هدية، يلا ترى بنزيد الغنم اليوم، والله بنزيد 5 رؤوس 6 رؤوس غنم عشان تزيد ترى أو تطلع فيه. قسوة النشأة هي اللي خلتك كذا ما شاء الله، ما تأثرت، ابتسامتك دائما مبتسم في كل الظروف، يعني دائما متقبلينك، يعني مثال الإنسان اللي دائما مبتسم وسعيد. هذا فضل الله. لكن شوفوا أخوك، أبانا أول إذا ضحكنا في المجلس قال تضحك منه، ليش تضحكي؟ إيه وأنت قاعد مع أخوانك ترى تضحك بدون سبب، قلة أدب، ما في. كانت ثقافة العيب عندنا، ما تقدر مود المزح. اليوم يا أخي أنا أشوف شباب في السوشيال ميديا يمزح مع أبوه كأنه أخوه صغير والله، ويسوي فيه مقالب، ما أقدر. أنا كنت إذا شفت الوالد في هيبه، ما تقدر، ما فيها فلسفه. هيبه يا رجل، انا كنت امسك دله حديد يمكن وزنها 3 كيلو والله تصب للناس لين انت واقف، واذا في خير قول بروح وارجع. والله اذا جاء عشاء وغدا عندنا تمسك طاسه ماء، الطاسه الماء دي نعم،
يقعدون على السفره كلهم وانت ماسك الطاسه بس مويه والله تعطيه ويشرب ويرجع ثاني مره. في احترام للكبير، في احترام في القعده في المجلس. الان ما في، الان يجيب لك ثلاجه مليانه قهوه ينبطع على تشرب ولا عمرك ما شرب. لا، وحتى فنجان القهوه حار طبعا تمسكه ما يخذه منك، يعطيك يخليك يمكن لمده دقيقتين ثلاث. عنده سالفه، والسالفه سيئه جدا لكن ما تقول له لا. بعدين جد جد يعني والله انا اشوف الان التربيه اول والتربيه الان في فرق. نعم. في فرق يا اخي. اول والله العظيم ما كنت اقدر اناقش امي او ابوي او اقول لا، كلمه لا ما هي موجوده هذه. نعم. اذا في خير قل لا، لانه حتقوم القيامه عندك. توقف قدام زي المسمار، في احترام، في ادب، في تنفذ كل شيء. وما تقدر ما في هاللعب واللف والدوران. تعلم علوم المرجله، صبت القهوه، تذبح الذبيحه، تطبخ، راح جيب، يعتمد عليك. الان 21 سنه ولا 20 سنه يقول لك والله ما ادري ايش اسوي. يا اخي طيب ايش الحل؟ هذه مصيبه ترى، انا ما ودي اتكلم عشان اجيب عليك. بس والله العظيم تعرف من هذا؟ وش تغير فيه من الحين الى الان؟ ايش تغير فيه؟ الخشم. غير الخشم. اول شيء ترى المازدا هذه، ايوه هذه مازدا. اي مازدا. اي مازدا. هذه اول سياراتك؟ لا ما هي بلي. عندنا واحد اسمه حسن كان يدرس طب. نعم. فمعاه السياره هذه. نعم. انا سيارتي في الخلف بس ما راح اقول لكم عليها. ها، بس انه المازدا تعتبر روز. يمكن تكون اللي هناك اكيد. الهيلكس ال 82 اللي ورا. لا حقيقة يعني ما تغيرت ابو ركان، جميل والله. يعني شف، هذه مرحلة الطفولة، واشوف انا بلاحظ هذا الابتسامة رغم قساوة النشأة ورغم كل ذا، الى ان تبقى هذا الابتسام لم يتغير ترى ابو ركان. بفضل الله. بس ترى هذه في الطائف هذه. نعم. ترى يوم وصلنا الطائف انه وصلنا باريس الحين، يعني اللي يتصور عند السيارة كذا ومشمر وذا واقف ترى تعتبر. طيب ما دامك حكيتنا عن الطائف، لما وصلت الطائف وش صار فيه بالضبط؟ تغيرت الامور عندكم؟ ايه تغيرت كثير. اذكر انه احنا دخلنا مدرسه اهليه. ابليس هم يفطرون جبن كيري. والله جد حلاوه طحينيه. اوكي. اي وميرندا وبيبسي. وش العالم ذولي؟ وانه وين؟ معك خبز ممسوح بزيت، ها، من كيلو تشم رائحه نفايز جاي، والله العظيم. اذكر جيت لامي رحمه الله، لقيت يمه العيال يفطرون جبن كيري وحلاوه طحينيه وشغلات. احنا هذا حتى الكتب تحس، شفت الزيت لما تجيك نص الصفحه كلها زيت. إيه وسجاده وذولي شنط، ويقول لك والله احنا بنسافر مدري وين، وحنا وين؟ احنا اذا جت الاجازه بنسافر الديره. فقالت اسمع، لا يسمع ابوك. نعم. انك تبي كيري ولا تبي حلاوه طحيني، انت ما يشبعك تنك. وين اخوانك سته سبعه؟ ما في. قال لك على الوضع ذا وعيش الحياه الطبيعيه واسكت. بس كانت حياه حلوه يعني. لا طبعا. والحقيقه كانوا اذا تركوا شيء يعني. انا كنت بثر يعني، يوم مره اخذ من ذا سندويش جبن كيري عصير. اخي المرندا كان لطعم، والله كان لطعم. والدك اب لسته ابناء، كم ترتيبك بينهم وكيف كانت نشاتك ما بين؟ لا انا 11 والله اعدهم. ماجد، سلطان، محمد، يوسف، علي، انا، هذا العيال. البنات السادس. اي البنات ما اقدر اجيب اسمائهم بس. أنا, انا 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 بعدي ثلاثه. نعم ثلاثه. اي انا كذكور سته. اي انا كنت اوسمهم. اي اوسطهم. لا انا اوسمهم. اوسطهم. لا باين اللي باين. لا انا كنت الاوسط، بعدين يجي بعدين علي، بعدين يوسف، بعدين بنات. كيف كانت تربيه والدكم رحمه الله عليه؟ عسكرية شديد. عسكرية، ما في لعب كابتن. جد والله انا اقول لك في فرق في التربية. في فرق. الله يغفر لهم ويرحم وليتهم احياء. والله العظيم ما عندنا هالاستهتار، ما عندنا هالسماجة، ما عندنا يعني لما تشوف ابوك فعلا في احترام وفي تقدير وفي اجلال لهالشخصية اللي قدامك. ما في الان يا اخي انا قابل الناس يقعد هو ابوه قاعدين يدخنون يعشون يضحكون. وين يا جماعة؟ انصدم. ما في. كانت والدتكم تدافع عنكم كثير رحمه الله عليها. رحمه الله. اي والله العظيم امي اسال الله ان يغفر لها. بعدين الشايب ما كان الله يرحمه يعني كان مفتري فينا، ما بل مكنسه يعني اي شيء قدامه. يعني الشايب جاب اول مو يقول والله لو اوريك، لا، كاسه، دله، صحن، الله يكرمكم، زبيريه، اي. وبعدين سبحان الله اذا رماها تجي في المكان الصح.
يعني تذكر الله يكرمكم المكانس اللي بأربع ريال الحمراء اللي اذكر مره اي والله مره طلعت مع شباب ورجعت قلت والله كيف طلعت؟ قلت والله قبل غنم ذا قلت والله يعني كان عندنا مزارع وعندنا محلات ذا شال المكنسه ضربني هنا انا اغمى عليه طحت فعلا مو تمثيل بعدين صحيت جو يبخوني بالمويه وش قلت لا ما في لي شيء يا هو كمل رحمة الله عليه طيب وين الان يعتبر انت مدرسه في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذه التربية العظيمة من والدك ووالدتك يعني أنا أشوف الأعمال اللي تقوم فيها أعمال عظيمة دليل على نبل التربية وأيضا هذه البيئة اللي أنت وجدت فيها وكلنا تعرف أنه بالنسبة لنا الوالدين هما خط أحمر في الحياة ونشأنا نشأ ولله الحمد فيها الكثير من المواعظ والحكم ذات كفاح خلينا نشوف بعد يا ليل حياتي كلها صبر وجلادة حياتي كلها صبر وجلادة وغيري عايش عيشة سعادة وغيري عايش عيشة سعادة أنا اللي تايه الله أنا أعرف إنه كفاحك عظيم يعني عملت في بداياتك كسيكيورتي صحيح قبل اثناء الدراسه صحيح. حياتك وما كانت سهله في البدايه لا والله حدثني ابغى اسمع فايز يتكلم ناس كثير ما تعرف هذه الشخصيه العظيمه انها بدات بدايات قويه جدا كافحت بكفاح غير طبيعي الى ما وصل اليه والله يا سيدي الفاضل اول شيء المشهد هذا قديم جدا انت قطعت قلبي فيه إيه. معناه فيه انا خايف من دمعتك لا ان شاء الله ان شاء الله شوف يا سيدي أنا عملت سكرتي في جامعة الملك سعود. نعم. ترى مو بعيب إن الواحد يتكلم عن ماضي، لأن اللي ما له ماضي ما له حاضر. أكيد. أنا ممكن أجيك الآن أقول لا والله أنا ما أدري وش هو أنا كنت كلام فاضي هذا كله. عملت في الجامعة وكنت أدرس بالليل وأشتغل بالنهار وكنت قبلها أشتغلت شيء أيضا؟ لا بس هذه أول شيء إنك أي والله تدرس وتشتغل أي جاء أخوي الكبير قال لازم تكملوا الدراسة بالليل يعني دام أنتم يعني في صغار وذا بس انه كملت انه اعمل سكرتي في جامعة سعود وكنت امشي من البيت والله العظيم يا اخي اذكر انه ما شاء الله فينا احس اني قوي جدا طاقه لياقه اي انك تمشي قبل ما تستلم ورديتك باربع ساعات لما عندك سياره نص الخط تركب مع واحد هنا شغال سياره بلديه تعلم فيها واحد يمر يقول اركب معنا وكنت اذكر اذا رحت الجامعه اقعد ثلاث ايام اربع ايام ما ارجع انه في واحد غايب خلاص انا باخذ مكانه عشان اخذ 120 ريال اي وننام انام في الجامعه في غرفه التكييف في الكاونتر حق الامن ثلاث ايام اربع ايام لانه اعرف انه اذا رجعت البيت هذا مشوار كبير جدا يعني ما في سياره واللي كانوا معنا حتى انا دائما اقولها انه ترى السكرتين دول اللي يعملون في الاسواق الان واللي يعملون في كل المحلات هذا مو تقليل في شانهم لكن اعرف ان الحمل عليهم كبير جدا تلقى الواحد يصرف على خمسه سته سبعه يعني رواتبهم احيانا كثير طبعا والرواتب جاي يكافح يدرس وفي نفس الوقت يعمل عشان وايضا لديه اسره برافو عليك انا نقلتك الى الرياض بس ما عرفت قصه انتقالك من الطائف الى الرياض متى كانت؟ عام 1400 الظاهر جاء الوالد قال انا قررت كان عندنا مزارع وعندنا محلات قال خلاص كل هذه بنبيع وننتقل وبروح الرياض لان عمامي هنا في الرياض ساكن اي نعم فبنروح لهم حتى كنا نحب الفطور عند عمامي لانه يجيبونها شغلات حلوه فجينا الرياض طبعا منبهرين في الرياض انه يا ايش الرياض انت جاي الرياض يعني كنا نجي نوقف عند وزاره الاعلام بس نطالع في البرج انه شيء حتى والله اذكر اذا ضعت انا استدل بالبرج بمكان البرج يعني هذا البرج ترى الرياض مو زي الان كبير كان نعم هو نعم يعني كان يعني البرج شوفه من الدخل المحدود شوفه من منبوعه شوفه من كل مكان شوفه خلاص اضيع اجي لعند البرج في شارع امسكه يطلع لنا ادل البيت اي ادل البيت يعني دايم جينا الرياض يلا عشنا الحياه طبعا تجارب انتقالك للسلك العسكري ايش قصته؟ السلك العسكري طول العمر اذكر الامير فيصل بن فهد رحمه الله عليه الله عليه مره في الجمعيه قال ورا ما تسجل عسكري وكلمنا مدير الامن العام وقال جايكم واحد عندنا شاب وظفوني تقصد جمعية الفنون صحيح؟ جمعية الثقافة الفنونية اي الثقافة دارنا الامير فيصل وكنت انا بعد يعني ها شفت الكمبارس اللي بس كمبارس مميز يعني اهلين كيف الحال؟ قلت والله دور وظيفة طال عمرك هذا
قال لي انا بكلم لك الفريق عبد الرحمن الشيخ ال الشيخ الله يرحمه، ما ادري هو عايش او ميت، لكن اسال الله يرحمه ويغفر له، الله يرحمه يطول عمره اذا عايش واذا مات الله يرحمه. فارسلوني دوره عسكريه وجد كابتن، اجمل حياه عشتها العسكريه، لانها علمتك الانضباط وعلمتك الاحترام وعلمتك احترام الوقت، علمتك انه اشياء كثيره جدا تخليك يعني لا قالوا العسكريه هي يعني مصنع الرجوله، انا اعتقد فعلا ابصم بالعسل انها مصنع الرجوله. دخلت فيها شغلنا تحقيق جنائي وما تحقيق جنائي، طبعا هذا كله صبغه ترى ابيض. تعبت نفسيا، تعبت نفسيا لان القضايا اللي تروح لها قتل وجثث وعالم، فما استمريت ما قدرت. تذكر احد من زملائك في هذيك السنه؟ كثير كثير ومتواصل معهم لحد الان. ممتاز. ومن اجمل الاصدقاء والاخوه، لانهم من الناس القدامى اللي يعني عندهم الوفاء وعندهم السؤال وعندهم الحرص على التواجد، وعندهم نجتمع كل سنه يعني بصراحه، مو كل شهر، فالسنه مره مرتين نجتمع نقعد نسولف، وكلهم متقاعدين ابشرك، وما فيهم اي واحد وسيم الا انا. دائما وسيم بكل شيء، وانت مثال مثال حي للشباب في الكفاح والنضال ولا الى ما وصلت اليه، وهالابتسامه الجميله. الله يديمك. استاذنك ابو راكان فاصل بدري والله العظيم. فاصل ونعود مع ذات فايز المالكي. باقي مكملين مع ذات فايز المالكي، حياك الله مره من جديد. حياك يا كابتن راكان، الله يعطيك العافيه. ذات فن، خلينا نشوف. كنت ادور على هذا. وش هذا؟ سيدي. سيدي؟ سيدي لي عشقان. ايش العباية الكبيرة هذه؟ ايش العباية هذه؟ ايش الأربع أمثال هذه؟ عباية ذا ولا شماغ؟ من وين جت فكرة انك فنان؟ ما ادري والله، انا شوف انا ما يعني ما في عائلتنا ام كلثوم ولا فريد الاطرش. والله العائله كلها ما لها اصلا في الفن ابدا ابدا ابدا. لكن اذكر مره كنا في الجامعه، كان في مخرج اسمه محمد رضا سلام، وقال نحتاج ممثلين. جيت وقلت له والله بصير ممثل، ترى الفن عندنا فزعه. أيه. والله ترى ما في معاهد ما في شيء، اي جامعه ثقافه تشرب شاهي. ما كنت تعرف موهبتك؟ ما جلاب قاعد ما. فجيت قال اوكي عندنا حلقه عن المخدرات، واتفقنا وكلش وانكسرت رجلي. هذه اللي انت رحت لها بعكاز. اي اي موجود. اي فجيت قال لي انت رجلك مكسوره وجاي تمثل؟ قلت والله. قال انت لازم تمثل، انت داخلك فنان طبعا. ما شاف. اي فقال حسوي لك مشهد انك انت جالس ورجلك مكسوره وانك تتعاطى مخدرات. سوى المشهد، كان من 30 حلقه رقم واحد هو اللي فاز انه ما شاء الله اقوى ممثل. وجيبه عملت مع خالد الرفاعي سهرات تلفزيونيه، مع ماهر الطويل، استاذ محمد العلي رحمه الله عليه احتضننا الحقيقه، وقدمنا في مسلسل خلك معي، وشاركنا في طاش مطاش يمكن في بدايته مشهد مشهدين ثلاثه، وفجاه لقيت نفسي فنان. جميل. في عام 85 انطلقت الى المسرح. اي حدثنا عن هالبدايات في المسرح. المسرح أنا يختلف كان الاختلاف طبعا بالي. طبعا شوف احنا في التلفزيون ترى مصيبه ترى. نعم. المسرح لايف، انت تاخذ الحكم الجمهور وهم جالسين امامك وتنتهي وخلاص. لكن هنا تقعد تمنتج وتصور وتنتظر العرض وتنتظر رده الفعل. انا عملت 21 مسرحيه مع اماله منطقه الرياض لما كان متبنيها الامير عبد العزيز بن عياف الله يذكره بالخير. فكنا كل عيد نعمل مسرحيه مسرحيتين. كان الحضور طاغي جدا، وكان المسرح جميل جدا، وكان التفاعل مره جميل، بس انه كانت الحاجه الوحيده احنا عودنا الجمهور انه ما يدفع شيء. يعني تجي يعني ما تدفع بلاش. حضور بلاش. لدرجه لما سوينا مسرحيات بالفلوس صاروا ما يحضروا، لكن الحمد لله جات تركال الشيخ وخلاهم يدفعون، ويجي الواحد يحضر مره واحده ويقول خلاص انا اكتفيت شفت المسرحيه، لان اول كان يحضر اربع خمس اشخاص يحضرون مسرحيات كل العرض. كل العرض. ويبدا يتكلم معك. يعني ترى بيقول كذا اليوم. والله فمتعلم انا ما دافع شيء.
لا لا انت ما تمكن ممكن تحضر في البوليفارد اي حفله مرتين، لانك انت عارف انك دافع جاي تستمتع، دافع 400 ولا 500 ريال تستمتع بالحفله وتسري بيتكم خلاص. يقول لك بكره في حفله، يقول لا حضرتها خلاص، حضور مره اي مره واحده اول لا بلاش. شخصيه ابو رنه، ابو رنه اي ابو رنه يقول ما ادخل الجنه. نقطه تحول في حياتك الفنيه صح؟ هذه كانت أي. نقطه تحول، هذه البدايه. اي نعم البدايه سيدي. احنا عبد الرحمن يغمور رحمه الله عليه مدير القناه الاولى، جينا انا وممثل معي اسمه محمد الحجي، قلنا نبي نمثل وعندنا امكانيات وقدرات وخدمونا. كنا ننتظره 6-7 ساعات، تخيل تقعد كذا تنتظر مدير القناه. فسمحنا مع ماجد الشبل ومع سفر الشهراني وحامد الغامدي، كان في برنامج من كل بحر قطره مجله التلفزيون، اخترنا لكم بالبدايات انه يلا كل اسبوع تسوون مشهد وتدخلونه في البرامج، واشتغلنا عليها. سوينا يمكن انا ومحمد الحجي 100 مشهد، هذا من ضمنها. وما كنا نتوقع ان الشهره كابتن انه الناس بيعرفونك في الشارع، توقعنا لازم مسلسل 30 حلقه ولازم تشتغل 10 سنوات عشان تنشهر. لما جينا المطار مره ناس يسلمون علينا، فانا اقول محمد في ثيابنا شيء طالع فينا شيء غلط، احنا مسوين شيء الناس يسلمون علينا. ما كنتوا تتوقعون؟ ما في امل ان نصير مشاهير. فلين جاء واحد مره قال لي اهلا اخوي فايز، قلت اهلا وسهلا. قال الممثل، قلت فايز المايك، قال الممثل المالي وين؟ قلت يا اخوي انقلع ما في. هذه شخصيه ابو رنه اللي الدخول لعالم الفن طبعا. هذه ابو كان ابو رنه ترى ذا كانه ايمن زيدان والله، سن اسود وشماغ وسروال اتحاد وماشي ويسوي مقاطع ومشاهد. سوينا اكثر من 100 مقطع. نعم. اكثر من 100 اي، وكان ما في قنوات فضائيه، ما في نت، ما في يوتيوب، ما في شيء. بعد هذه الشخصيه انتقلت الى، نقدر نقول، انا اقدر اقول هنا ذات نجوميه، صارت عندك ابو رنه اخذتك لعالم النجوم. طبعا دخلت في مسلسلات طاش ما طاش، دخلت في طاش، في سهرات مع سعد خضر، مع عبد الله السناني، مع محمد الكنهان، مع مجموعه من الاساتذه اللي موجودين الان، وبدت العجله تدور. هل كان في معارضه من الوالد في ذاك الوقت بدخولك عالم الفن؟ أي والده طبعاً. اي طبعا، يعني انت داخل المجال هذا كانك انت كفرت بمنزل، يعني ما مره ما حد يرضى. والان الطاقون، الان الاب والام يقول لك نبي ولدنا مشهور. والله يجيك لعند البيت يقول تكفى اشهرها في السناب. شوف الفرق اول حيف. يعني اذكر مره جبت امي اول ما اخذت شقه بعرس، فتحت التلفزيون في واحد مدمن مخدرات، هو المشهد حقي. اي نعم. قالت شوف الله لا يوفقهم، شوف يا الحرام ذولي المخدرات، انتبهوا على انفسكم. شوف، قلت يا امه ترى هذا انا، قلت طلعني ودني بيتي، ودني بيتي، ودري بيتي، هذا انت السلتوح الداشر السربوت، يعني ما تسعى على وجهك. ما كان في قبول، ما في ابدا، ما في ابدا. الان يندفع فلوس عشان الشهره. متى شعر فايز المالكي انه ممثل؟ يعني متى حسيت انك فعلا ممثل، تغمصت دور التمثيل واحسست انك انطلقت لعالم النجوميه؟ بعد اي عمل تقريبا؟ ايش الاعمال اللي؟ لا في اعمال كثيره، لكن كان في برنامج اسمه سي بي ام. هذا البرنامج كان فيه مجموعه نجوم من دول العالم العربي، كان يعرض على احد القنوات. فكان هذا البرنامج انتشار لفايز المالكي في المغرب، في ليبيا، في الجزائر، في مصر، في كل دوله. كنا ننزل يستقبلونا كانك راغب علام، اهلا وسهلا ويعطيكم العافيه. انتشرت يعني سمعتكم في الوطن العربي. عملنا 200 حلقه من هالبرنامج. ممتاز. وكان القناه تدعمه بالاعلانات، وكان برنامج عظيم جدا وفاز باربع جوائز. نعم في ذاك الوقت يعني نعرف انه الاعمال تنتقل ببطء، لكن الان السوشيال ميديا الان ابو عبد الله اختلف كل شيء. ذات رفاق، ابو راكان في صوره ابوريك اياها، بس انا خايف على دمعتك يعني. لا بس ودي استعرضها معك. هم اشخاص اثروا في حياتك، ليس الا اثروا في حياتك ورافقتهم. محمد العلي عظيم، مدرسة. أبو عبد الإله هذا اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني بعد بدر عبد المحسن مارسلني الجمعية، الفضل لله لهالرجل العظيم محمد العلي رحمة الله عليه. هذا مدرسة. هذا أول من آمن فيك صح؟ صحيح، وأول من تبناني أنا وعبد العزيز الفريحي أبو عبد الإله. يعني المشكلة أن أنا قلت تو أنه اتمنى انه عندي زر اضغط كل شيء ما يطلع لي لا صوره ولا فيديو ولا شيء. لا. لانه لما تذكر المواقف مع هالرجل العظيم خلاص خلي شيل الصوره نشوف الصوره الاخرى. ايضا
ممثل كبير جدا بكر الشدي. هذول الناس لهم في حياتك بصمات ونعرف إلى الآن وتحمل لهم الكثير من المشاعر والامتنان. هذه هي سنة الحياة. دكتور بكر عظيم، رجل عظيم، مو رجل. لما أذكر عامر الحمود لما جاء وقال نبغى نسوي مسلسل، تبغون تخرجون لمسلسل العولمة؟ اي باسم لا 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 لا، كان المسلسل معه. العولمة. إيه مسلسل العولمة. اي فكان يدربني على شخصية نويصل، وكان رجعنا في بلا. يا اخي هذا العظماء، مدرسة، مدارس، مدارس كبيرة. عظماء عظماء عظماء، تاريخ. ايضا لدينا الشاعر مساعد الرشيدي، ونعرف انه يعني ايضا مساعد لها اثر في حياتك كبير. شوف، إذا أنا أندم في حياتي على شيء، أندم أني هالرجل لما كان نوم في المستشفى كنت أكلمه أقول بزوره، قال لا أنا طالع بكرة. كل ما أقول يا مساعدة بجي بزورك، ها يقول أني أنا طالع بكرة إن شاء الله. يعني كان يسب أنه انقلع ما أدري، خلاص تفاجأت لما تنوم في القصيم ولا تنوم، ما يعني أشغلتني الحياة. بس أنه يعني مساعد عظيم جدا، مساعد. يا الله يا اخي، ما لا يشيل صورته ولا يهمك. نشوف الصوره، لا تحط لنا الصور ابدا. الصوره الاخيره لشخصيه ايضا تحبها كثير، كلنا نحبها، ابو نايف، خالد عبد الرحمن. ابو نايف، يعني انا اعرف ان بينك وبينه علاقه جدا قويه. ابو نايف رجل عظيم، و يعني البارح كان معنا في جوده الاسكان، وتقفل ثلاث مخططات بسبب وجود أبو نايف. رجل عظيم، أبو نايف رجل يفرض احترامه صراحة. ما أدري، تتذكر أول لقاء بينك وبينه في الاستديو أبو نايف؟ إي كنت الله يرجب ليسكم، ما في مناديل يا أخي والله. طيب أبى أقول لك، أبى أطلعك في 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 سؤال وفي شخصية. أعتقد أنا بالنسبة لي برضو أرى أنها نقطة تحول كبير في حياة فايز. فايز الإنسان اللي شخصية مناحي، شخصية مناحي. أنا بالنسبة لي كانت شخص الله تحول. أنا ممكن توقف التصوير، أبغى مناديل والله العظيم. نجيب المناديل لأبو ركان، ومكملين معكم مع ذات فايز المالكي. أبقوا معنا. أهلا وسهلا من جديد، باقين ومكملين مع ذات فايز المالكي. حياك الله من جديد أبو ركان. الفقرتنا الثالثة ذات وداع، خلينا نشوف. أقول في يا عين لا تبكين، يا العين يا العين كثر البكا، يا عين جرح جفون. فرد علي الشاعر سعد الخريجي قال لو البكا بيرد فرقة حبيبين، بكيت لين أمي وأبويا رجعوني. فرديت عليه وانا كنت اسوق السياره، كتبت لاهين في الشارع ولا ادري على وين، احباب قلبي روحوا واتركوني. جراح جفوني. الوالد رحمه الله عليه كان يقول فايز الحلا اللي يعيش فيه. هذه المقوله لها اثر كبير فيك يا فايز. انت من اللي بحث وراي؟ الله لا يوفقك. والله شوف يا كابتن، يعني الوالد رحمة الله عليه له أثر كبير، يعني أطلق عليك الحلا. شوف، فضل الله وجميل ستر الله أنه أنت تكون راضي والدين، وهذه نصيحة اللي يشاهدنا الآن. نعم. إذا أبوك وأمك عايشين بر فيهم، لأن نعم. إحنا فقدنا وإحنا تعبنا يعني. شيء ما حد يحس فيه إلا من فقدهم. طبعا فقد الوالدين بعدين تحس فيها. شوف، يعني انا اشوف من الناس يقول والله امر ابوي يوم الجمعه، امر امي يوم الجمعه. يعني يا الله، تقعد اسبوع ما تمر امك ولا ابوك. يا اخي وين؟ انا ندور، انا اتمنى في هاللحظه اني اتذكر صوت امي والله العظيم. شوف انت، يعني انت فقدت والدك، وبعد اسبوع فقدت والدتك ايضا. بعد عفوا بشهر، شهر بشهر فقدت والدتك. يعني يا اخي ما والله يا اخي وجود الوالدين نعمه، يعني ما عاد في طعم الحياه والله ما في.
يعني بدون امك بدون ابوك ترى لا يهمك. هذا شهر فضيل طبعا. فايز ايش تقول للناس اللي عندهم ام وابو حاليا؟ اللي يقول ام وابوه عايشين فرصه، والله فرصه، لانه حيجي اليوم اللي تذكر كلام فايز المالكي يا ليتك بريت فيهم. يا اخي ترى ما يحتاج امك شيء، يحتاجون بس كلمه حلوه. اذا قعدت معهم امسك الجوال ده ورمه، سولف معهم، مرهم، اسال يا اخي حلوه. تتصل امك يوم ادعي لي يبعد علي يا اخي. انا لما ندخل البيت ما ندخل وين امي؟ حتى هي موجوده في البيت، موجوده خلاص، موجوده خلاص، انتهى الموضوع. فما بالك اللي ترى بعض الناس يقول فايز المالكي عمره 50 سنه ويبكي على امه. يا اخي ابكي امي يا اخي، هذه امي يقول ام وابوه يعني مهما الام تبقى ما تقدر. ترى ما بيصيح على قصد، ترى لا لا. ترى لو صحت والله اقوم اجاغر انا. لا لا. والله خلي انتقل فيك لسؤال اخر فايز، وهو سؤال التجارة دخلت فيها، ولكن فايز فشل في التجارة. يعني كيف علاقتك مع التجارة كانت؟ يعني أنت حاولت في التجارة أكثر من مرة ولكن فشلت، وكيف تعزي هذا الفشل يعني؟ والله شوف يا طول عمر، أنا فتحت مطعم وكان في والله يعني كان في خير، بس المسألة أنه في ناس يجون يأكلون وما يحاسبون. والله يقولون والله ما عندنا، فكلموني ترى احنا في الشرطه جات الدوريات شالت واحد واخذ له حبه دجاج ب 16 ريال. قلت لهم، قلت اللي ياكل حبه دجاج وما عنده الله يستر عليه. الله يستر. خلوا. بعدين تطور الموضوع صار الى مستيس مندي. انت اعطيتهم المساحه يعني. فاجي عمل خيري، زوي مطعم خيري. اي والله. والله يعني مره جيت لقيت الفرق حوالي 16,000 كله نص تيس ربع تيس. قلت لا ما عاد كذا، ما ينفع الوضع. طيب فايز، كيف تشوف تجربتك في العمل الانتاجي؟ يعني عملت كمنتج طبعا. المجالات صعبه، العمل الانتاجي يعني. والله شوف هو جميل بس مكلف ومرهق، وانت تتعامل مع فنانين كثير. نعم. نفسيات فيهم، وفيهم اللي يحس نفسه انه فريد شوقي. والله العظيم في اللي يقول لك انا ما اجي الا سياره مرسيدس، في اللي يقول لك انا اسكن اوتيل 5 نجوم، في اللي يدق عليه يقول لك انا والله الان في البحرين ولا في الامارات، وفي اللي يقول لك نص العمل بسافر. ارهاق وتعب وملل وهدك، بس في مكسب، والله في مكسب. بس انا تعبت، بعت الشركه بالكاميرات بالاجهزه، قلت ما عاد ابي خلاص، ما عاد ابي انتج ولا عاد ابي شيء خلاص. ذات مسؤوليه، خلينا نشوف. عائلة على الحدود السورية اللبنانية مصابة توها واصلة. طبعا احنا ما نقدر نصور كثير برا وزحمة وعالم. تعال نشوف. لما نقول والله فلان قال وفلان حكى، احنا نقول مشاهد هذا الشخص موجود وشوفوا اسمه وصوته. نعم. ايش الحاجات اللي شفتها انت ما تنساها؟ عبارة عطني البهاق وخذ إعاقتي، هل هي وراء شخصية فايز الاجتماعية اليوم؟ لا 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 لا، بس هذه أنا مرة جيت في دار النقاعة وكان في واحد أزوره، هذا الكلام من 20 سنة. نعم. لا من 15 سنة و 14 سنة، أنه جيت وضايق أنا أنه فيني بهاق وذا، وقال زعلان. قلت قال يا أخي أنا الذباب، بس أتمنى الله يعطيني ثانية أحرك يدي أشيل الذباب اللي على خشمي. وانت زعلان، انت نازل من السياره قبل شوي ولعبت كوره مع الشباب وسولفت وتصورت، خذ عطني بهاقك، خذ الاعاقه اللي فيني شال كامل. هذا غير كلمه، غيرت مجرى حياتي من ناحيه البهاق، انه عادي انا قاعد اعيش حياتي الطبيعيه وما عندي اي مشكله. وهذه نصيحه لكل واحد مصاب بالبهاق، عيش حياتك الطبيعيه. الاعمال الخيريه والانسانيه، لا انا اذكر في ناس معاقين اتصورت معهم وعمره الواحد 7 سنوات، الان عمره 37 سنة، ومو يوم او يومين او سنه وسنتين او 10 و20. هل اختار فايز العمل الخيري ولا العمل الخيري اختار فايز؟ والله توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. هي ما هي جت عن دراسة أو أنه الواحد لا والله أنا لقيت نفسي في هالمجال، لأن كل شيء ينتهي يا كابتن والله العظيم، ويبقى الأثر. صح. مسلسلات تنتهي، برامج تنتهي، صحة تنتهي، عمر تنتهي، كل شيء ينتهي، ولكن يبقى يوم من الأيام بعد عمر طويل إن شاء الله، ممكن يوم من الأيام يقول لك والله كان في البرنامج هذا واحد اسمه فايز المالكي الله يرحمه، هذه تكفيني في حد ذاتها. اما مسلسل حتشوفه وممكن تقول يا اخي هذا تافه، هذا سامج، يلا مع السلامه، ابغى انتهينا. لكن الاعمال يبقى لها اثر، يبقى لها اثر كبير. كم عدد المنظمات الاغاثيه اللي عملت معها؟ صحيح تجاوزت 50 تقريبا. الجمعيات الخيريه
يمكن 25 جمعية 23 جمعية خيرية، المنظمات الأممية اللي تعمل خلال دول العالم في 200 دولة ما شاء الله. منظمة اليونسف شو اللاجئين عملت معهم كسفير لليونسف، عملت إغاثة معهم أكثر من 23 إغاثة دولية. الآن بفضل الله يمكن أنا قفلت 50 إغاثة دولية مع مركز الملك سلمان. الآن جمعت في 20 يوم 102 مليون ريال اللي هي لإطلاق السجناء، تتذكر هذه صحيح. أنا سفير، أنا سفير تراحم، وكلفني سمو الأمير محمد الله يديمه ويعزه أمين يا رب بإني أفرع المناطق كلها وأجمع أساس نطلع مساجين، ودعمني بعشرين مليون. العشرين مليون أي شيء مرة عظيم، فتحت باب الخير كله طبعا. ومن خلال المناطق إحنا جمعنا 1414 سجين، نعم. جمعنا 102 مليون وتم إطلاق صراحة من تراحم 1414 سجين. وأذكر في مكة المكرمة في ليلة واحدة 500 سجين ما شاء الله. والله العظيم ما شاء الله. فايز اليوم سفير لعدة جمعيات في هذه المسميات الشرفية، يعني كيف تشعر بالفخر في هذا الأشياء؟ والله يا أبو عبد الله ما شاء الله عليك أنت، يعني ليس فقط كشرفي، لا مساهم أيضا. هذا فضل الله، يعني أنا يكفيني فخر أني سفير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يكفيني فخر أني سفير لجمعية إنسان اللي فيها 40,000 يتيم، يكفيني أني سفير للأيتام في السعودية، سفير لمرضى السرطان. والله حق يعني أنا ما أقولها، ترى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا أفخر بنفسي والله لما أقول أنا سفير لهم وأنا داعم، يعني مش بس إنه أخذ سفير ورقد في البيت وأتميل أحلى، أنا أعمل نجمع لهم رواتب، نجمع لهم حق الأسكان، حق التعليم. يعني إذا عندك 40,000 يتيم يصرف لهم شهريا 11,500,000 ريال، ترى مو بسهلة. هذا فقط في منطقة الرياض، فما بالك أيتام تكافل مدينة رسول الله الرشيد، في حائل، في الخفجي، في جدة، في جيزان، في الشرقية، في الطائف، في مناطق كثيرة جدا. خلينا أكمل معاك في الجانب الإنساني الجميل هذا، ولكن بستأذنك في فاصل فاصل ونعود مع ذات فايز المالكي. حياكم الله من جديد، وباقي مكملين مع ذات فايز المالكي. حياك الله ابو راكان. يعني فايز تميزت في العمل الانساني كثير، لكنك تاذيت ايضا اكثر من مره، تضايقت كثير من 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 مع عدم قدرتك على مساعده البعض، وشفناها في اكثر من موقف لك. والله يا كابتن شوف، هي المصيبه لما ينصاك احد وتعتذر، لما يجيك شخص يعني الظروف كثيره، اللي يجيك يقول انا علي مديونية، اللي يقول أنا عندي مريض، اللي يقول أنا بوظيفة، اللي يقول بسد ديني، اللي يقول أنا عندي إيجار، فالناس يتوقعون فايز عنده بنك، وهذه صعبة جدا. ومهما تتعذر لهم، وأنا ما ألومهم لأنه صاحب حاجة، مهما تحلف له ومهما تقول له والله ما بيدي شيء، يفتح لك خطوط أنه عطنا، وإذا ما ساعدته قال هذا كذاب وهذا منافق وهذا مرائي، جيته وطلبته. أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أعطي أبو عبد الله 10 وأعطي هذا 5,000 وأعطي هذا 10,000 وأسدد هذا 100,000. أنا أعمل بأهل الخير باللي يجدون علينا، وإحنا نجود بالمال ذا للفقراء والمحتاجين. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني المنصات الحكومية اللي توجدت الآن، أنا عني أتكلم يا فايز المالكي، أنا ارتحت الآن في منصة جود، منصة إحسان، منصة شفاء، منصة تراحم، نعم. منصة نعم. فرج نعم. منبشر نعم. ما خلاص نعم. ما عد تنظيم رائع مرة، تروح جود حتى إذا أنت عليك إيقاف خدمات نعم. من خلال المحكمة التنفيذية ومن خلال اللجان اللي في المحكمة، يرفع اسمك للمنصة. جميل، ما عاد فيها لعب إنه تعال والله أنا علي دين، وين والله تسلفت، ما في حبيب. تنظيم أكثر من مرة، في 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 شيء شغل مؤسساتي محترم، ما عاد فيه لعب ولا عاد فيه مجاملة، وفكنا من الإحراج ومن طلبات الناس. ذات جود، خلينا نشوف. يلا بسم الله. 100 منزل، 100 منزل قفلات، مبروك. الله يبارك عمرك، مبروك مبروك، أسأل الله تعالى موازين أعمالكم. 100 منزل في 6 أيام، كيف كانت تجربتك مع جود أولا؟ عظيمة جدا، والعمل مع ماجد الحقيل وزير الإسكان جميل جدا، ومع الطاقم اللي معه. جود الإسكان هذه توفر منازل للناس حسب التقارير الضمان الاجتماعية
أشد حالة للمنازل. نعم. يعني اللي يزيد مضمون اجتماعي 2000 أو 3000 فقط ما عنده دخل، كبير في السن عنده 10 عيال، أرامل، مطلقات، أيتام كبار في السن، من خلال هالمنصة يتم توفير لهم منازل. لازلت مستمر معهم؟ أبشرك هذه السنة الثالثة الآن. تركت أثر كبير فيك. جميل. يا أخي لما تقابل شخص يقول الله يرحم أمك، والله ترى أنا ساكن في بيت بفضل الله من فضلك. الله أكبر. جميل. البارح أنا قفلنا يمكن 80 منزل. نعم. 80 منزل، 80 عائلة محتاجة على مستوى المملكة، مو تقول لي في الرياض أو في تبوك، لا على مستوى، يعني ممكن أقفل منزل الآن يستلمه في جيزان، أقفل منزل يستلمه في الخفجي. الله. وناس أشد حالات احتياج للمسكن، لأنه لا يمكن يحلم يوم من الأيام حلم، مجرد حلم إنه يجينا منزل ما فيه. تخيل لو أنت قاعد في بيتك يجي اتصال أنت فلان الفلاني، ترى المسكن اللي أنت موجود الآن ترى تستلمه باسمك. الحمد لله على نعمة هذا الوضع. الحمد لله. وعلى فكرة ترى الملك تبرع 100 مليون في هالمنصة، ولي العهد تبرع 50 مليون، ومعنا رجال أعمال كثير من ضمنهم مغلف كل يوم تبرع مليون لوجه الله تعالى، بس الله يبارك لهم يا رب. الآن إحنا في رمضان والناس تسمعك، وهذه إيش تبغى تقول للناس؟ أقول لهم إنه في منصات فلوسكم اللي تدفعونها وزكاة أموالكم صدقاتكم تروح في مكانها الصحيح بدون ما يأخذ عليها العاملين، بدون ما يلعب فيها، بدون ما تقول والله بينخصم أبدا. المبلغ اللي تحطه أنت تكفل فيه منزل أو تعالج فيه مريض أو تسدد محتاج أو تسدد فاتورة أو تكمل دين أو يتم علاج أحد الأطراف أو أعطى عربية للمعاقين، منصة إحسان مليانة مليانة. المشروع اللي بتخش فيه كفالتيتي، أي شيء أي شيء يخطر على بالك للمحتاجين موجود ما شاء الله. خش ودفع المبلغ ما شاء الله. ذات إنسان، خلينا نشوف نشوف. فايز، حدثنا عن البرنامج، على ماذا ركزتم وكم دولة زرتم؟ أول شيء أنا شاكر للتلفزيون السعودي ورئيس الهيئة محمد الحارثي والعاملين معه اللي الحقيقة دعمونا وانتجوا هالبرنامج بالشراكة مع مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان يعمل في 80 دولة، ومساعدة المملكة خارجيا وصلت 75 مليار دولار، يعني ميزانية الدول. البرنامج هذا ومن خلال العمل مع مركز الملك سلمان يبني مدن، يبني قرى من خلالها مدارس، مستشفيات، منازل، أطراف صناعية، عربيات المعاقين، عمليات العيون للقلب، كل شيء. تتخيل أن المركز في 80 دولة وقاعد يعمل الأشياء هذه وما حد يدري عنها. لما تقابل أي واحد تقول لك مركز الملك سلمان يقول والله ما أدري، هو للريادة والأعمال ولا للشباب، مو عارف، مو يعرف أن المركز هذا ناصف الأمم المتحدة في عملها خارجيا، ما يعرف انه من خلال هالمركز ومن خلال مساعدة الدولة احنا صنفنا كثالث دولة بعد امريكا والمانيا في المساعدات للمحتاجين والمنكوبين. البرنامج هذا مر علينا قصص كابتن مؤلمة جدا. يعني اليوم حلقة اليوم واحد عنده 9 عيال، فسأل اقول له قلب الله لا اكلنا ولا شربنا ولا عندنا اكل ولا عندنا ملابس ولا عندنا شيء. يا اخي الموت بخيل معنا. تخيل واحد يقول لك ان الموت يعني بيموت، يعني يتمنى الموت، يقول يعني يتكلم يقول لك الموت مقل معنا، بخيل معنا الموت، بينما انت تقعد على السفره فيها من يعني ما كل اي، وتقول لك والله يا اخي ليش ما في غير لا ملابس لا دفايات لا خلا، انا ما بصيح اقول لك لا انا لو صح. لا انا ابغى اسالك انت فايز المالكي الانسان، تجربتك الانسانيه هذه حدثني عنها انت كشخص. والله يا كابتن انا تجربتي الانسانيه والله تعبت، ما تعبت والله، لأنه كل يمر عليك شيء مؤلم، يعني ما يمر عليك شيء يسعدك، يعني ما ممكن، يعني ما أنا عارف أعبر لك، لكن إنه كل يمر عليك تصيح، والله تصيح، لأنه يمر عليك محتاج، يا يمر عليك مريض، يا يمر عليك عجوز كبيرة في السن تطلبك، يا يمر عليك واحد أمنية حياتي، يعني شغلات كثيرة جدا. وأنا من خلال برنامجك أقول للناس ترى أنا ما عندي شيء أسوي، والله ترى أنا مثلكم أعمل باللي يجي من هالخير، والآن ما عاد فيه، الآن في منصات حكومية، فأسألكم بالله اللي تشاهدوني لا تحرجوني، لأن ما بيدي شيء، والله ما بيدي شيء.
البرنامج هذا أنا بكيت فيه أكثر من الناس. الناس اللي صورنا معهم أنا أبكيهم يضحكون، يقول لأنهم متعودين. يعني تخيل في حلقة أم جيناها أم ميتان، وين عيالك؟ قلت والله موزعتهم على البيوت ما أقدر أكلهم. كيف؟ قلت والله موزعتهم على البيوت ما أدري، بس تبون تجون معي؟ قعدنا نلفلف في الشوارع ندور على عيالها التسعة، وعملنا لها من فضل الله ثم فضل المركز كفالة أيتام وجمعناها بعيالها. الحمد لله. شيء متعب. شيء متعب. الحمد لله. الحمد لله. كيف تقيم تجربتك مع فرجت؟ هذا أيضا تجربة جميلة. فرجت من أبشر. نعم. عظيمة جدا. وأذكر مدير السجون رحمة الله عليه اللواء الأسمري سبحان الله كلمني قبل ما يموت بأسبوع قال تعال عس بنكرمك لأنه أنت دخلت لنا يعني فضل الله والناس اللي معي دخلتوا مبلغ كبير جدا وتم يعني أنت فاز بس في تراحم جمعت 102 مليون وطلعت ألف. هذا غير اللي في فرجت لأنه كان يرسل لي والله بيان في 300-400 في يومين نقفل البيان هذا ما شاء الله خلال شهر رمضان كله تخيل يوميا شهر خير بلد خير والناس ترى فيهم خير اي والله الناس فيهم خير لكن يبغون المصداقية فقط لا غير. اليوم احنا نشوف تغير كبير في المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية. ماذا ما هي وجهة نظر فايز؟ وش يقدر يقول فايز عن المملكة العربية السعودية؟ أقول الله يديم خادم الحرمين ويديم ولي عهده ويديم هالأمن والأمان. يا أخي أنا سافرت في هالبرنامج دول والله العظيم وصلنا دول وإحنا في المطار يقول لك ترى في انقلاب خليكم في المطار. سافرنا دول يقول لك مكانك إذا أظلمت ما تتحرك مكانك. الحمد لله. حطوا سياراتكم وخلكم معنا أمن من الدولة يقول لك ترى ممكن تطلع تنقتل. يا أخي إنا في أمن وأمان اللهم إنا في نعمة إنا في صحة. والله أتحدى أنت أو أنا فكرنا الآن إنه واحد بيقتل واحد من عيالك في الشارع أو يخش على بيتك ويسرقه. حنا في نعمة اللهم ويجيك بعض الناس يقول لك يا أخي والله حنا والله وين أنت أطلع ما أطلع أي دولة ما أبغى أذكر أطلع أي دولة وشوف الوضع اللي هناك. لازم نحمد الله على النعمة اللهم لك. لازم نحمد الله على الحكام اللي موجودين اللهم يا أخي أبوابهم مفتوحة أمورنا زينة تسدد ملايين من خلال إحسان تسدد ملايين من خلال ساهم نعم. والله وكرب تفر يا أخي إحسان مليار جمعنا وسدد تفريج 2 مليون كربة ما شاء الله والله هذه نعمة من الله نعم. شفاء يا أخوي إحنا البلد الوحيد لو تروح أمريكا تلقى العالم تحت الشوارع المرضى الهوملز وذا نعم. إحنا العام عالجنا 3000 أخ وأخت لنا من الأجانب المقيمين معنا ما شاء الله. في منصة شفاء وجمعنا 75 مليون. أتحداك أمريكا هذا اللي يقوم تحضره واللي عنده مدينة ديمقراطية وديغة. والله ما تتعالج عندهم لو تكح إلا بفلوس. احنا عملنا عملية قلب عملية أطراب عملية كلى عملية رئة عملية نظر عملية كلش بلاش وين تلقاها ذكرت قبل شوي أنه الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه دعمك ب20 مليون صحيح لتفريج ها كرب وصف لنا رجل عظيم كيف ترى هذه الشخصية محمد بن سلمان هذا عظيم هذا شف أنا مواطن وهذا ولي أمري قسم بالله أن محمد بن سلمان هذا رجل عظيم يا أخي سر نعيش يا أخي إحنا عايشين حياتنا الصحة الآن في كل شيء عايشين حياة الصحة يا أخي رجعت القيم والهيبة مو تقليل في حق الآخرين لا كل ملوكنا اللي راحوا والله يغفر لهم ويرحمهم كلهم سووا اللي عليهم بيض الله وجيههم ورحم الله والديهم والله يغفر لهم لكن إحنا الآن إحنا نعيش مرحلة انتقالية جديدة نعم. سمعت المملكة في كل مكان الناس قاموا يجون الآن وين يا أخي تحصل لك صايح أمريكي يقول لك أنا بروح السعودية أول معروف وين السعوديين والله منكبين في دولة لا 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 الآن عندنا في كل شيء تبي مسرح في مسرح تبي أغاني في أغاني تبي ندوات في ندوات تبي ريادة أعمال في ريادة أعمال تبي مشاريع سو مشاريع نعم. تبي دعم في دعم في تفتح ما كنا نعرف أن عندنا شباب عندهم إمكانيات وقدرات صحيح. أول ما كنا نعرف أن عندنا بنات عالمات ومتطورات وفاهمات لا ما نعرف نعرف ثنتين ثلاث خولة الكريع واحدة ثانية محل هزاع والله العظيم الآن طلع 1000 دكتورة والف عالمة نعم. والف مسؤولة والف يا أخي الله يديم محمد بن سلمان آمين آمين يا رب ذات الصدور واليوم أنا أقول وصلنا لآخر حلقة أبو ركان الله يستر نعم الله يستر ذات الصدور مساحة لك تبغى توجه كلمة تبغى تقول شيء كلمة أخيرة تفضل هذا النهاية رسالة لأحد أيه. اللي توا رسالة لأحد اللي أحب أقوله أول شيء أنا شاكر لكم أنكم أكرمتوني وخليتوني ضيف معكم في هالبرنامج العظيم شكر لك والله العظيم يا كابتن الرسالة اللي أوجهها للآباء والأمهات
عندكم نسوة، عندكم أطفال كثير، حافظوا عليهم، ربهم التربية الصحيحة، ثبتوا قواعدهم، لأنه حيكبر، وإذا كبر وهو على متابعة السناب والتيك توك والبرامج التطبيقات هذه حيندمر، حيندمر جدا. رسالة لكل مواطن سعودي، أفخر في ملكنا وفي ولي عهده، أفخر في وطنك، إحنا بلد عظيم جدا، بلد الحقيقة مهما تكلمت عن بلدي أنا يا فايز المالكي ما راح أوفي. أنا كنت أصور البرنامج أذكر كلمة خالد الفيصل أقول أرفع رأسك أنت سعودي، والله فعلا فخر وعز ونشوة ونومس، والحمد لله، والله يديم الأمن والأمان على هالبلد. أخيرا، إيش رسالتك لزملائك الفنانين في أنك تحثهم على العمل الخيري؟ هم في يوم خير، أنا ما ترى ما بخس الناس أشياء، هم في يوم خير إن شاء الله، ولكن هي رسالة مش للفنانين، لكل شخص مشهور، أنه ترى بيدك أنك تسعد شخص، بيدك أنك ترتوت، تحط شيء من فرجة، من إحسان، من ساهم مركز الملك سلمان، خل متابعينك يتفاعلون معك، وأنت بإمكانك أنك أنت تفرج كرب كثيرة جدا، لا تستقل بنفسك، لكل مشهور سواء صالح أو طالح، ترى أنت ممكن تسوي شيء جميل. شكرا لك فايز المالكي في برنامج ذات، شكرا لذاتك، الله يرضيك، شكر موصول لمتابعينا في هذا الحوار الجميل مع ذات فايز المالكي، نشوفكم بكرة في أمان الله. We'll be right back.